في حال أعيدت الانتخابات مرة أخرى، حل البرلمان وعدم التوصل إلى نتيجة لرئيس الجمهورية، هذا يعني ربما تعطي المحكمة الاتحادية قرار بإعادة الانتخابات. إذا أعيدت الانتخابات قد لا تصل هذه الطبقة السياسية إلى البرلمان مرة أخرى، الذين قاطعوا الانتخابات ربما يعودون وينتخبوا ويدخلوا العملية السياسية ربما. نعم سيد غسان، وبالتالي ليس من مصلحتهم إعادة الانتخابات. نعم سيد غسان، اللي أريد أبينه لا وجود لحل سحري نهائيا. احنا في مأزق كبير، وكما قال الصدر عنق زجاجة. هل نكسر الزجاجة حتى نطلع منها او كيف نطلع؟ الخيارات الان يجب ان نعرف ان الشأن العراقي الان تتحكم به الدول الاقليمية وبالذات ايران. ايران اذا تعتبر حكومة اغلبية لا تضر مصالحها سوف تعيقها بشتى الاساليب، وعندها القدرة على ذلك، ولا يوجد لأي طرف إقليمي آخر أوروبي أو أمريكي من يمنعها. خاصة أمريكي الآن يريدون كسب إيران وتمرير الصفقة النووية، وبالتالي يحتاجون نفط إيران حتى يعوضون نفط روسيا. الوضع الدولي والإقليمي لصالح إيران، ما حد يريد يتورط بالعراقيين لأن مشاكلهم كثيرة، وحتى العرب اللي تعاطفوا مع العراق الآن نجد السعودية تمد القنوات مع إيران، الإمارات كذلك، لأن يشعروا أن العراقيين صعب أن تجمعهم وتوحدهم بموقف واحد. يريدوا يتكلموا مع طرف عراقي موحد لا وجود له. وهذا الكلام أسمعه من مسؤولين عرب. الآن الكرة في ملعبنا، الشخص الآن اللي حرك البركة الراكبة هو السيد مقتدى. وأنا في حديث أكثر من حديث قلت يا سيد المقتدى، انت راجعت عن ما قلته ووعدت الناس بها، فانت اول الخاسرين واكبر نكسبه للمواطن العراقي. فالتزامك بما قلته ووعدت به هو ورقه غاليه. بالتالي هنا اطرح المجازفه الان، لا تجازف بسمعتك، لا تجازف باللي ايدوك، لا تجازف بالعراق، ولا تخضع لايران وتخسر، وانما الحل هو سلمي وواقعي. نريد لائحة تأتي من عندك، بالتالي نريد انتخابات جديدة، نريد إشراف دولي، نريد قوانين ثابتة، ونريد أن ينخلق القوى التشرينية وغيرها بالضغط لتوحيدها للنزوله. أربعة، أن يفهموا القانون الانتخابي الحالي، لأنه ما راح يتعدل، المفوضية ما تتعدل، ماكو وقت لذلك. هذا يفهموه، لأن اللي حصل أن التيار مثلا امتداد حصل امتداد 1,400,000 صوت، لكن لو أحسن توزيع الأوساط لكان حصل على 10 مقاعد أو أكثر.